هانتي اختي هاكم كيجيو كيجيو واعرين طيبين من التحت سخانين. وها البيتزا هانتي اختي شوفي راجلي شنو جاب من المارشي. اجي نحلو اجيو زعما تحلو معايا شوف شنو كاين الداخل. هانتي اختي كيموت على هادو يعني معسلين بالعسل والمزهر كيجيو واعرين وصراحه زويونين. وهذا شكون كيعجبو هاد الجو هذا كيحمقني ديال البنان سير جيغيان هما اللي كيديروه كتكون قرعه وكيخلطوها كيخلو شي شاشي تما كيخلطوه واعره. السلام عليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم بخير كنتمنى تلقاكم هاد لا فيديو بخيرين. صراحه هاد الخبيزات معمرين درتهم بالكفته والخضره كلشي مخلط صراحه وفر مع الدجاج ويون واعر. هاد المره غادي ندير معكم لاغوسيط حيت انا تقتهم عاد بغيت نشاركهم معكم زويونين اول مره غنديرهم صراحه واعر. درت لداخل من بعد يعني كنجمعهم ب اي حاجه باش يجيو مقرمشين من بعد كنزيد نحرك هذا البيض وكنزوقكم على حسب طيب ان شاء الله حسب الشكل اللي بغيتي داخل اشنو درتي تزوقي انت. وانت يا اختي البيتزا ديالي درتها حتى هي الفطور ايوا هانتوما غتشوفوا الشكل النهائي ديال هذوك الخبيزات معمرين. انا اختي درت غير الطون والفرماج ومطيشه عاد مقطعه البنات عندي كيبغيو غير ناتور ونديرها من الفوق ايوا هادشي اللي كاين. مهم انا اختي كملتها بهذه الطريقه هذه زدت عليها شويه الفلفله وشويه الزيتون صراحه زوينه مزيان خضرتيني كيما حبيتي جو واعرين طيبين من التحت.